أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك المسيح في العهد القديم. في كل مرة بنشوف مسيح العهد الجديد بصورة واضحة وجلية في العهد القديم، والنهاردة هنشوف المسيح في العهد القديم في خيمة الاجتماع. رغم إنها صامتة لا تتكلم، إلا أن كل جزء في خيمة الاجتماع يتكلم بأفصح لسان عن ربنا يسوع المسيح. في البداية، ما هي خيمة الاجتماع؟ خيمة الاجتماع ده المكان اللي الله بلغ موسى أنه عايز يقيم معهم في مكان يدعى خيمة الاجتماع، وده كان أول مكان على الأرض الله يجتمع فيه مع شعبه. ولأن الله لذته من زمان في بني آدم وخلق الإنسان على صورته وأبدع في خلقه، فكان يجي كل يوم يمشي شوية مع آدم وسط هبوب ريح النهار، كان بيتكلم مع آدم. نمشي شوية تاني في سفر التكوين وأصحاح 5، بدأ مع شخص تاني اسمه أخنوخ، كل يوم كان بيمشي معاه فترات والفترات بالطول، لغاية لما جه وقت قال له أخنوخ بدل ما تمشي كده وترجع بيتكم تعال اطلع معايا كده، وصار أخنوخ مع الله لأن الله قد أخذه. شوية تاني نروح لتكوين 18، نلاقيه وصل عند واحد اسمه إبراهيم، قعد معاه، استقر عنده شوية، اتغدى معاه، وبدأ يديله الميعاد في زيارة بضيافة رائعة، وقال له السنة الجاية زي اليومين دول هيكون عندك إسحاق ابن الموعد. الله بيحب الإنسان. لكن لما نوصل لسفر الخروج أصحاح 25 نشوف في حاجة رائعة، إن الله أمر موسى بعد ما أوحى الله لموسى أنه يقيم خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع لها مسميات رائعة، منها المسكن، والمسمى دوت المسكن ورد في سفر الخروج 26 وعدد 1، منها خيمة الاجتماع في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 7، منها مسكن الشهادة سفر الخروج أصحاح 38 وعدد 1، منها بيت الرب في سفر يشوع أصحاح 6 وعدد 24. مسميات رائعة. كانت خيمة الاجتماع بتتفك وتتركب، بيشيلوها معاهم في الترحال من محطة لمحطة تانية. مصمم خيمة الاجتماع هو الله. الله حط التصميم دوت، مبدع الكون، مهندس الخليقة، الله هو اللي وضع التصميم. وضع تصميم حاجتين، وضع تصميم خيمة الاجتماع، وضع تصميم الفلك، وإن شاء الله في الحلقات بتاعة الفلك هنشوف فلك رائع متصمم معانا بنوح بزوجاته بسام وحام ويافس بالحيوانات اللي دخلت، هنشوف فلك رائع الله يكون بيكلمنا فيه في المسيح، فلك النجاة. الله وحده هو اللي حط التصميم بتاع خيمة الاجتماع. لكن الشيء الرائع وإحنا بندرس خيمة الاجتماع، في طريقتين لدراسة خيمة الاجتماع، يا إما من الداخل إلى الخارج، يا إما من الخارج إلى الداخل. لو بدينا من الداخل إلى الخارج، هنا في تابوت الشهادة أو تابوت العهد، ده موجود في مكان اسمه قدس الأقداس، وده كان بيمثل حضور الله، ودي الطريقة اللي بدأ بيها الكتاب، بدأ من الداخل للخارج وهو بيتكلم في سفر الخروج أصحاح 25. لكن الطريقة اللي هنبدأ بيها إحنا هي من الخارج للداخل. ليه؟ هناخد الإنسان مع مراحل حياته كلها ونبدأ بيه من أول ما يدخل من الباب، مرورا بمذبح المحرقة، مرورا بالمرحاضة، إلى أن يتلامس مع حضور الله في تابوت العهد في قدس الأقداس. والآن هيا بنا ندخل معا إلى المسيح في خيمة الاجتماع. تتكون خيمة الاجتماع من ثلاث أقسام رئيسية، هي الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. مجاسات خيمة الاجتماع 100 ذراع طول، 50 ذراع عرض، ارتفاع 5 ذراع. وكلمة الذراع دوت علشان خاطر تسهيلا للأمور، المفسرين حسبوه زي الدراع، في مفسرين حسبوه 45 سنتي، مفسرين تاني حسبوه 50 سنتي، مفسرين تاني 55 سنتي، علشان تسهيل الحسابات خلينا 50 سنتي.
فلما يكون هنا 100 ذراع يعني طول خيمة الاجتماع 50 متر، ودي مساحة كبيرة جدا. هنا العرض 50 ذراع يعني 25 متر، الارتفاع هنا 5 ذراع يعني 2.5 متر، مساحة كبيرة جدا. تنقسم خيمة الاجتماع إلى 3 أقسام رئيسية: الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. هكرر الكلام ده كتير عشان نقدر نحفظه مع بعض. الدار الخارجية تبدأ بحاجة اسمها، أول ما تيجي تدخل كده من البداية خالص، في حاجة اسمها الباب. الباب ما ينفعش أدخل خيمة الاجتماع إلا لما أمر بالباب، وأنا بمر بالباب هنشوف في الباب دوت خماسية رائعة. الباب دوت كان مثبت على 4 عمدان موجودين في الدار الخارجية. الدار الخارجية فيها 60 عمود، 60 عمود، في هنا 20 جهة الشمال، ولما نعدهم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 20 عمود. هنا في 10 جهة الشرق، 10 جهة الغرب، وعشرين جهة الشمال، وعشرين جهة الجنوب. دوت حدود الدار الخارجية. قلنا علشان الإنسان يدخل، أول ما يبدأ يدخل في الباب اللي هو جابلنا، أول ما يدخل على طول بيلاقي حاجة اسمها مذبح المحرقة، وليه اسم تاني المذبح النحاسي، مذبح المحرقة أو المذبح النحاسي. وده كان بيصنع من خشب الصند المغشى بطبقات سميكة جدا من النحاس. هنعرف ليه بعد شوية، لأن احنا هنقول الأجزاء وحكينا نشرحهم كلهم جزء جزء. بعد مذبح المحرقة، القطعة التانية اللي بتجابلني في الدار الخارجية حاجة اسمها المرحضة، والمرحضة كانت تصنع من مرائي النساء المتجندات في خيمة الاجتماع. والمرحضة ديت كان بيوجد فيها مية علشان خاطر الكهنة وهم داخلين للقدس وقدس الأقداس يغتسلوا، لأنهم كانوا بيمروا هنا في الصحراء وكانت بيلبسوا صنادل أو سيور في رجليهم، فكانت رجليهم بتتسخ، فكان لازم قبل ما يدخل المكان المقدس يترحض ويغتسل هنا. بندخل بعد كده بعد الدار الخارجية حاجة اسمها القدس، وبعدين قدس الأقداس. ودوت هنا في شرح رائع جدا هنشوف. القدس عبارة عن 20 ذراع طول في عرض 10 ذراع في ارتفاع 10، 20 في 10 في ارتفاع 10. خلي بالكم الدار الخارجية الارتفاع بتاعها هنا 5، لكن القدس وقدس الأقداس ارتفاعهم 10 أطول، عشان خاطر كده بتبقى باين المسكن من بره في خيمة الاجتماع. القدس فيه 3 أجزاء. أول حاجة بتقابلني هو مائدة خبز الوجوه، مائدة خبز الوجوه، ودي عبارة عن مائدة كان بيوضع عليها 12 رغيف بيمثلوا الأسباط إسرائيل ال 12، والمائدة دي كانت دائما أمام وجه الله، عشان خاطر كده سموها إيه؟ مائدة خبز الوجوه. في المقابل بيجابلنا حاجة اسمها المنارة الذهبية، والمنارة الذهبية دي كل دوت هنتكلم عنه بالتفصيل. والمنارة الذهبية دي عبارة عن عمود ساق في النص وليه قاعدة. بعد كده بيجابلنا حاجة اسمها مذبح البخور، مذبح البخور. يبقى تاني تنقسم خيمة الاجتماع على 3 أقسام: الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. الدار الخارجية مرورا دخولا بالباب، ثم مذبح المحرقة، ثم المرحضة. بندخل بعد كده القدس بنلاقي مائدة خبز الوجوه، وبعدين بنلاقي المنارة الذهبية، وبنشوف بعد كده اللي هو مذبح البخور. لكن قدس الأقداس بنلاقي جواه حاجة واحدة فقط، لكن جواها 3 حاجات. الحاجة اللي احنا بنشوفها في قدس الأقداس اسمه تابوت الشهادة أو تابوت العهد، ودوت عبارة عن بيمثل حضور الله، بيمثل حضور الله. دوت هو فعلا قطعة واحدة، لكن لما نفتحه هنا هنلاقي جواه 3 حاجات تاني. أول حاجة بنلاقي فيه لوحي الشريعة، دول لوحي الشريعة اللي الله أوحى بيهم على جبل سيناء، أعطاهم لموسى في سفر الخروج أصحاح 20. وبعدين في حاجة تانية اسمها قسط المن، ودوت قسط كان محفوظ عندهم برضو هنا، وجواه من هنشوفه بعد شوية. والحاجة التالتة عصا هارون التي أفرخت. 3 حاجات موجودين جوا تابوت العهد. وبكده احنا بنشوف
تركيب خيمة الاجتماع اللي هندخل فيها بالتفصيل عن جزء جزء في اسم يسوع في اللحظات دي. هنبدأ ناخد تفسير لكل جزء وكيف المسيح ربنا يسوع المسيح هو عبارة عن كل جزء في أجزاء خيمة الاجتماع. أول حاجة الدار الخارجية، القدس، قدس الأقداس. الدار الخارجية بنبدأ بالباب، المسيح هو الباب. وفي يوحنا 10 عدد 9 قالها صريحة: أنا هو الباب. الباب هنا كان على مسافة 4 عمدان، كانت طول الباب 20 ذراع، يعني 10 متر، يعني كبير جدا. ودوت كان أي حد بيحب يدخل خيمة الاجتماع كان كل ما عليه أنه بيرفع الستارة ديت وروح داخل جوه. في خماسية جميلة في الباب عايز أسيبها معاك. الباب هو الباب الواحد، وهو الباب الواسع، وهو الباب الجميل، وهو الباب المفتوح، وهو الباب اللي هو الدخول فيه مجاني. خماسية رائعة في خيمة الاجتماع وخصوصا في الباب. أول حاجة هو الباب الواحد. عارفين الوحي يتكلم عن الرب يسوع ويقول ليس بأحد غيره. خلي بالك من كلمة بأحد، ليس بأحد، فهو الباب الواحد، ليس بأحد غيره الخلاص. لكن الحاجة التانية مش الباب الواحد لكنه الواسع. عارف يعني إيه باب طوله 10 متر؟ في حياتي، في حياتي ما شفت باب طوله 10 متر. عارف يعني إيه 10 متر؟ يعني يمر بالضبط 3 عربيات نجل كبار جنب بعض. العربية النجل تقريبا 3 متر، يعني ممكن 3 عربيات يدخلوا منه، عربية نجل كبيرة جدا. فهو الباب الواسع، وباب رحمة ربنا واسع جدا. والنهاردة بيقول لك تعالى تعالى، الباب مفتوح. لكن رقم 3 هو الباب الجميل. في 4 ألوان موجودين في ستارة باب خيمة الاجتماع. الحاجة الأولانية الأرجواني، اللي هو الخطوط ديت الأرجواني، ودي إشارة إلى يسوع الملك، لأن الأرجوان ده كان لبس الملوك. الحاجة التانية اسمنجوني، اللي هو اللون اللي على أزرق دوت، جاي من اسم السماء، اسمنجوني اللي هو اللون السماوي، ودوت إشارة إلى الرب يسوع السماوي. الحاجة التالتة القرمز، اللي هو الكروبيم، الاثنين دول اللي هم اللي شكلهم أحمر، ودوت إشارة إلى المسيح الفادي. وأخيرا اللون الأبيض اللي سايد دوت، اللي هو البوص المبروم أو الكتان الأبيض، إشارة إلى المسيح النقي. هو عايز يقول لك عبارة جميلة جدا، إن الملك الأرجوان اللي كان في صورة الله نزل من السماء، اللي هو الاسمنجوني، علشان يموت لأجلي ولأجلك من خلال القرمز، سفك دمه علشاني، علشان يديني حياة جديدة، الحياة البيضة النقية اللي انت شايفها. فهو الباب الواحد، وهو الباب الواسع، وهو الباب الجميل. لكن رقم 4 الباب المفتوح. مرات كتيرة أروح أماكن يقول لك مواعيد العمل خلاص، الباب أغلق، تعالى بكرة، عد علينا مرة تاني، النهاردة العطلة الأسبوعية. مفيش الكلام ده، ما كتبوش على باب خيمة الاجتماع اليوم السبت العطلة الأسبوعية، أو يوم الأحد العطلة الأسبوعية، أو الساعة 7 خلاص لغاية كده، تعالى بكرة الصبح قبل الساعة 10 هيكون مقفول، لكن بعد 10 احنا بنفتح. مفيش كل الكلام ده. عارف ليه؟ لأن باب رحمة ربنا يسوع المسيح مفتوح، ولسه الباب مفتوح. ادخل ادخل يا اللي بعيد. لكن رقم 5 والأخيرة هو الباب اللي الدخول فيه مجاني ببلاش. تدخل خيمة الاجتماع ما تدفعش ولا مليم، والرب يسوع هنا بيقول لك تعالى لأن أنا دفعت عني وعنك كل الثمن. أول حاجة علشان تدخل خيمة الاجتماع بتقابلنا هي الباب. بعد الباب بيقابلنا القطعة اللي بعديها، ودي أكبر قطعة موجودة في كل خيمة الاجتماع، وهو مذبح المحرقة. ليه اسم تاني؟ المذبح النحاسي. طول مذبح المحرقة 5 ذراع، عرضه 5 ذراع، إذن فهو مربع، ارتفاعه 3 ذراع. عايز يوصل لنا فكرة جميلة. في حاجة في الكتاب المقدس اسمها لغة الأرقام. يعني لغة الأرقام؟ يعني الأرقام بتكلمنا. فرقم 1 إشارة إلى الوحدانية، 2 إشارة إلى الاتفاق، إذا اتفق 2 منكم في الأرض على طلبة تكون لهم، 3 الثالوث آب وابن وروح قدس، ده الثالوث، 4 إشارة إلى العالم، فالعالم جهاته 4 ورياحه 4 وهكذا، 5 إشارة إلى المسؤولية، فأنا في حواسي 5 وصوابع إيدي 5 وصوابع، يعني مسؤولية أو النعمة، 6 بيشير إلى الإنسان، 7 بيشير إلى الكمال، من 8 وطالع دية أرقام مركبة. فهنا بيقول لك إن طوله 5 ذراع، عرضه 5 ذراع، ارتفاعه 3 ذراع. طيب بناء على لغة الأرقام عايز يوصلنا فكرة جميلة،
ان الثالوث اللي هو الارتفاع الثلاثه ده ثلاثه ذراع، الثالوث اللي هو الاب والابن والروح القدس، وضعوا على عاتقهم مسؤوليه اللي هو رقم خمسه، خمسه هنا وخمسه هنا، وضعوا على عاتقهم مسؤوليه انقاذ العالم اللي هو رقم اربعه لان هو مربع، انقاذ العالم من الخطيه عن طريق ذبيحه ربنا يسوع المسيح. دوت المذبح، كان المذبح دوت عبارة عن فيه هنا حلقتين وهنا حلقتين، يعني أربع حلقات، وكان بيحمل على عصيتين زي كده عشان يشيلوا منه، ودوت إشارة إلى الرب يسوع المسيح الذي حمل خطايا العالم أجمع. مذبح النحاس بيبقى عبارة عن خشب صنط ومغشى بالنحاس. خشب الصنط دوت إشارة إلى نسوة المسيح. وخلي بالك خشب الصنط دوت هنتكلم عنه كتير في خيمة الاجتماع. خشب الصنط ما كانش بيسوس أبدا أبدا، عشان خاطر كده كان إشارة إلى نسوة المسيح. كان بيغشى بنحاس من الداخل ومن الخارج، لأن النحاس إشارة إلى الدينونة، فربنا يسوع المسيح حمل دينونتنا. كان في أربع قرون هنا كان بيوضع عليهم الكاهن الدم علشان خاطر يكفر بيهم. الأربع قرون ديت كانوا كمان بيربطوا عليهم الذبيحة، ودوت إشارة إلى المسيح الذي ربط علشاني وعلشانك بالمحبة بالحب. على فكرة كان ممكن ما يتصلبش، أول ما جم قالوا فين هو، قال لهم أنا هو، كان وجعه كان ممكن يمشي ويسيبهم، لكن هو جي علشان خاطري، جي علشان خاطر. فالمذبح هنا هو المذبح والذبيحة، وهو الصليب والمصلوب. ندخل بعديها على طول على القطعة اللي بعديها وهي المرحضة. وقلنا المرحضة ديت كانت بتصنع من مراء النساء المتجندات. ايه مراء النساء المتجندات في خيمة الاجتماع؟ هي كلها نحاسية، المرحاضة ما كانش لها اي مجاسات خالص. مراء النساء المتجندات بعد ما النساء اللي هم تجندنا في خيمة الاجتماع كانوا زمان في المراية عبارة عن قطعة من النحاس يجيبوها ويفضلوا يطرقوا عليها جامد لغاية لما تسقل، فلما تسقل كانوا يبصوا كده فيها فكانوا يشوفوا وشهم. هم أخذوا كل المرايا دي بتاعت النساء اللي هم تجندنا في خيمة الاجتماع، قالوا احنا خلاص هنقدم حياتنا لله وحده، وراحوا حطوها سيحوها وعملوا منها المرحاضة دي. المرحاضة كانت بتبقى فيها مية، والمية دي إشارة إلى كلمة الله، ولكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا. المرحاضة ملهاش مجاسات، قطعتين في كل خيمة الاجتماع ملهمش مجاسات، المرحاضة النحاسية والمنارة الذهبية هنشوفها في القدس. ديت المرحاضة ببساطة كيف ان المرحاضة كان الكاهن بيغسل يغتسل فيها قبل ما يدخل إلى القدس وقدس الأقداس. بندخل بعد كده إلى القدس، وفي القدس هنلاقي فيه ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية اللي بتجابلني في القدس هي مائدة خبز الوجوه. في مائدة خبز الوجوه بنلاقيها عبارة عن مصنوعة من خشب صنط، لكن خلي بالك هنا مغشى بذهب نقي. ولما نقول ذهب نقي غير لما نقول ذهب فقط، ذهب نقي إشارة إلى لاهوت المسيح، ذهب نقي إشارة إلى لاهوت المسيح. أما الذهب فقط ودوت بيصنع منه الألواح هنا بتاع المسكن، دوت إشارة إلى البر الإلهي. فهنا أول حاجة مصنوعة من خشب صنط، وخشب صنط اتكلمنا إشارة إلى نسوة المسيح. ليه مرة تاني؟ لأن خشب الصنط ما يسوس، والمسيح جسده لم يرى فسادا. الحاجة التانية في خشب الصنط إنه مقطوع، خشب مقطوع، شجرة مقطوع، والرب يسوع المسيح بيتكلم عنه بروح النبوة في أشعياء 53، وبيقول الكلمات دي عن المسيح إنه قطع من أرض الأحياء، قطع قطع نبت قدامه كفر وقطع من أرض الأحياء. بيتكلم عنه في دانيال 9 وعدد 26، قطع المسيح الرأس، واضحة جدا هنا. فده خشب الصنط، لكن المغشى بالذهب النقي أي لاهوت المسيح. فهنا اتحاد النسوت مع اللاهوت. عليها 12 رغيف، عليها 12 رغيف بيمثلوا الأسباط ال 12، والعيش هنا أو الأرغفة هنا كانت بتوضع مرة واحدة كل أسبوع يوم السبت، وكانت تتغير السبت اللي بعدين. برضو كان في هنا حلقتين في كل جانب، وكان بيحمل هنا من العصايتين دول، وكان الخبز هنا يمثل حياة الشبع للمؤمن. الرب يسوع المسيح في مائدة خبز الوجوه أولا هو الذي أشبع قلب الآب، أشبع وأرضى قلب الآب
الله الآب. الحاجة الثانية المسيح في مائدة خبز الوجوه الذي أشبعنا. طوال 40 سنة لم يعوزهم شيء. لكن الجزء الثاني المقابل على طول لمائدة خبز الوجوه بنشوف المنارة الذهبية. في المنارة الذهبية هنا بيتكلم الكتاب في فكرة رائعة. أولا المنارة الذهبية ملهاش أي مجاسات، مفيش ليها مجاسات، قطعتين ملهمش مجاسات. تاني المرحبة النحاسية اللي موجودة في الدار الخارجية والمنارة الذهبية اللي هي موجودة في القدس. المنارة الذهبية كلها من ذهب، كانت تزن تقريبا 2.5 كيلو ذهب، عبارة عن قاعدة، اديكم شايفين قاعدة اهي، وساق اللي هو في النص دوت، كان بيتفرع منه 6 شعب، 3 جهة اليمين و3 جهة اليسار. الساق والقاعدة هنا بيمثل الرب يسوع المسيح اللي هو قال أنا هو نور العالم. الشعب الستة اللي طالعة دي بيمثل المؤمنين، عشان خاطر كده قال أنتم نور العالم. كان الكاهن يجي كل يوم بالليل علشان يقيد السرج دي، وكان يولعها بالليل علشان تفضل مضاءة لغاية تاني يوم الصبح. كان الزيت اللي بيستخدم هنا في الإنارة هو زيت الزيتون النقي، وهو إشارة إلى الروح القدس. دي ببساطة هي عبارة عن المنارة الذهبية اللي موجودة في القدس. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة في القدس هنا قبل ما نختم الحلقة ديت، وإن شاء الله في الجزء الثاني هنشوف مع بعض أكثر من 20 وجه شبه ما بين خيمة الاجتماع وما بين الرب يسوع. هنشوف ثلاثيات ورباعيات وخماسيات موجودين في خيمة الاجتماع في الجزء الثاني إن شاء الله. لكن في الجزء دوت وأنا بختم الجزء دوت بشوف هنا آخر حاجة موجودة في القدس هو مذبح البخور. مذبح البخور طوله 1 متر، عرضه 1 متر، ارتفاعه 2 متر. ده كان بيقدم عليه البخور، وكان بيقدم عليه البخور مرتين في اليوم. كان الكاهن بيدخل الصبح عشان خاطر يصلح سرج المنارة، وبعد كده كان بيعمل إيقاد للبخور على مذبح البخور ده الصبح. طب بالليل، بالليل كان يجي علشان خاطر يضيء المنارة، الصبح يصلح سرج المنارة، بالليل يضيء المنارة وبرضه يعمل مذبح البخور، يعمل عليه إيقاد للبخور. مذبح البخور كان عبارة عن خشب صنط برضو، إشارة إلى ناسوت المسيح، مغطى بالذهب النقي، إشارة إلى لاهوت المسيح. برضو كان عبارة عن 4 حلقات، وكان هنا في عصايتين علشان يحمل منها مذبح البخور. وأنا بختم عايز أضيف حاجة صغيرة خالص، الحاجة اللي أنا عايز أسيبها معاك النهاردة. مذبح النحاسي الكبير موجود في الدار الخارجية، مذبح البخور موجود في القدس. هسأل سؤال بريء، هل ينفع ده مذبح وده مذبح؟ هل ينفع أبدلهم كده؟ أخلي مذبح البخور في الدار الخارجية والمذبح النحاسي في القدس إطلاقا؟ ليه؟ لأن المذبح الأولاني هو المذبح النحاسي دوت إشارة إلى الفداء بتاع الرب يسوع المسيح. فبمجرد ما بدخل من باب خيمة الاجتماع أول حاجة بيجابلني هو الصليب، الفداء، الفداء. أنا بتغير على أساس الدم، وبعد كده بأدخل على الجزء الثاني اللي بيجابلني هو مذبح البخور. هنا في حياة القداسة، هنا حياة القداسة، يطلع مني رائحة المسيح الزكية هنا. فما كانش ينفع أبدا 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 إن هم يتبدلوا مكان بعض. مذبح النحاسي، مذبح المحرقة بيجابلني كأول قطعة بأشوفها في خيمة الاجتماع في الدار الخارجية. بعد ما حياتي تتغير أدخل على المرحضة أغتسل، بعد كده أشبع بالمسيح من خلال مائدة خبز الوجوه، بعد كده يضيء في المسيح من خلال المنارة الذهبية، وأخيرا حياة القداسة، حياة التكريس تأتي لي من خلال مذبح البخور. وأنا بصدق تماما أني بنشوف كل جزء من أجزاء خيمة الاجتماع في الرب يسوع بصورة جلية، لكن بيعكس كل هذه الصور على حياتي أنا. وأنا بختم الجزء دوت، الله عايز حياتك تتغير. كل جزء فيها بيتكلم عن الرب يسوع زي ما شفنا، لكن في كمالات الله عايز كل اللي لي يدهولي، أخذ ما لي وأعطاني ما له. عايز حياتي تتغير في الباب، شفنا الخماسية الجميلة في الباب. عايز
أتملي بالفداء الكامل من خلال مذبح المحرقة. عايز أتطهر بالكلمة من خلال المرحضة. عايزني أشبع شبعه الكامل من خلال الخبز، من خلال المسيح الذي أشبع قلب الله وأرضى قلبه وأرضى شبع كامل لشعبه في البرية. عايز نوره ينعكس علي من خلال المنارة. وأخيرا عايز حياة القداسة من خلال مذبح البخور. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة مع رباعيات وخمسيات وثلاثيات خيمة الاجتماع، هنشوف ملاحظات وهنشوف أكتر من 20 وجه شبه ما بين المسيح وخيمة الاجتماع. وإلى أن ألتقي بكم أترككم في رعاية الله.